أكد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي الحرص على تعزيز التعاون مع جميع الوزارات والجهات الحكومية والتنسيق المشترك معها لتحقيق المستهدفات المرجوة. جاء ذلك خلال استقباله وزير الإسكان شريف الشربيني لبحث ملفات العمل المشتركة ومجالات التعاون، حيث أوضح شيمي أن استغلال الأصول وتنميتها وتعظيم عوائدها يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها. من جانبها أكد الشربيني أن وزارة الإسكان تبذل قصارى جهدها لتعميق وتعزيز التعاون مع مختلف الوزارات وجهات الدولة من أجل توحيد الجهود الرامية لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة.